بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 1 الباب الأول Functions الدوال and Models والنماذج. واحد واحد درس واحد واحد. Four ways to represent a function. أربع طرق لتمثيل الدالة. Functions الدوال. ما هو تعريف الدالة؟ A function f is a rule that assigns to each element x in a set D exactly one element called f of x in a set E. الدالة ما هي إلا علاقة، الدالة f ما هي إلا علاقة بين مجموعتين، المجموعة الأولى لتكون اسمها D، المجموعة الثانية ليكون اسمها E، بحيث يرتبط كل عنصر في المجموعة الأولى D بعنصر وحيد في المجموعة الثانية E. إذن هي علاقة بين مجموعتين بحيث يرتبط كل عنصر في المجموعة الأولى D بعنصر وحيد في المجموعة الثانية E. We usually consider functions for which the sets D and E are set of real numbers. عادة ما نأخذ المجموعة D والمجموعة E مجموعة الأعداد الحقيقية R. مجموعة الأعداد الحقيقية R. لو نظرنا للرسمة رقم 3 فيجر 3 اللي أمامك، هذه تمثل الدالة. إذن الدالة هي علاقة بين مجموعتين، المجموعة الأولى D اللي في اليسار والمجموعة الثانية E اللي في اليمين، بحيث يرتبط كل عنصر في المجموعة الأولى دي بعنصر وحيد في المجموعة الثانية E. كل عنصر، ها لاحظ كل عنصر، يعني ما يبقى ولا عنصر في الدي، كل عنصر له صورة، كل عنصر مرتبط بعنصر آخر في الإي، وعنصر وحيد يعني ما يصح أن يكون العنصر له أكثر من صورة، له صورة واحدة فقط. فلو أخذنا على سبيل المثال العنصر X في الـ D، صورته F of X. الـ X في الـ D تأخذ الـ F وتوديه عند الـ F of X في الـ E. الـ F تأخذ العنصر A في الـ D وتوديه عند الـ F of A في الـ E. إذن الـ A صورته F of A. إذا كان عندك دالة فعندك مفهومين رياضيين مهمين، المفهوم الأول مفهوم الدومين، المفهوم الثاني مفهوم الرينج. إيش هو الدومين وإيش هو الرينج؟ The set D is called the domain of the function. المجموعة D نقول إنها مجال الدالة F. دومين، دومين يعني مجال. إذا ما هو مجال الدالة؟ هو مجال، هو وين الدالة معرفة؟ إيش العناصر اللي الدالة عليها معرفة؟ هذا يمثل مجال الدالة. في حالتنا الآن هنا المجموعة دي تمثل مجال الدالة. The number f of x is the value of f at x and is read f of x. fx هي قيمة الدالة f عند ال x وتقرأ f of x. طيب المفهوم الرياضي الثاني المرتبط بالدالة الرينج. الرينج اللي هو المدى. The range of f is the set of all possible values of f of x as x varies throughout the domain. مدى الدالة f هو مجموعة العناصر في المجموعة الثانية E المرتبطة بعناصر ال D. هي العناصر أو الصور في الدالة الثانية E. أحيانا قد تشمل كل
المجموعة E وأحيانا جزء منها زي ما حنشوف في الأمثلة بعد قليل. طيب if f is a function, إذا كانت الدالة عندي f with domain d مجالها d and then its graph is the set of ordered pairs, حيكون الرسم البياني لها عبارة عن مجموعة الأزواج المرتبة x f of x بحيث أن ال x تنتمي لل d. إذا كان عندك دالة f مجالها d فالرسم البياني لها الجراف ها هو عبارة عن مجموعة الأزواج المرتبة العنصر x في d وصورته f of x. كل الأزواج المرتبة هذه حينما نضعها على الـ XY plane ها المستوى الإحداثي XY ونصل بينها حنحصل على الرسم البياني للدالة زي ما حنشوف في الأمثلة. The graph of F الرسم البياني للدالة F also allows us to picture the domain of F on the X axis and its range on the y axis as in figure 5. لو نظرنا للرسمة رقم 5 حنجد يا اخوان انه الدومين يمثل ال x axis محور x والرينج المدى يمثل الواي اكسس. اذا اعطينا جراف رسم بياني لدالة وطلب مني تحديد الدومين اللي هو المجال فالدومين هو في حالتي حيكون الاكس اكسس المغطى طبعا بالجراف حق الدالة. ولو طلب مني الرينج اللي هو المدى حيكون الواي اكسس المغطى بالجراف حق الدالة. اذا اسقط الجراف حق الدالة افقيا على محور اكس حيمثل الدومين واسقط راسيا اسقط على محور واي حيتحدد لي الرينج. خلينا نشوف example 1. The graph of a function f is shown in figure 6. رسمة الدالة f موضحة في الرسمة رقم 6. لو نظرنا للرسمة رقم 6 اللي باللون الأحمر هذا الآن يمثل رسمة الدالة f. لاحظ رسمينها في المستوى xy plane. ايش المستوى XY plane؟ اللي هو محورين متعامدين محور X ومحور Y. محور X كأنه خط أعداد ها real line والY خط أعداد آخر متعامد معه يتقاطعون في نقطة المنتصف اللي نسميها الأوريجين نقطة المنتصف أو نقطة الأصل صفر صفر. طيب عندي هذا الرسمة للدالة F والسؤال الفقرة الأولى find the values of F of 1 and F of 5 أوجد قيم الدالة عند الواحد وقيم الدالة وقيمة الدالة عند الخمسة. طيب كيف أحدد قيمة الدالة عند الواحد كيف أحدد قيمتها عند الخمسة؟ أجي عند الواحد محور X خلاص واشوف الواحد وين يقاطع الرسم البياني للدالة وين يقاطع محور الدالة حنجد انه يقطع عند النقطة 3
بالتالي قيمة الدالة عند الواحد تساوي 3. F1 تساوي 3. قيمة الدالة عند الخمسة بالمثل، خمسة حددها على محور X وشوف وين تقاطع محور الدالة. هتقاطع محور الدالة تقريبا عند سالب 7 من 10. سالب 7 من 10. لو سألت قيمة الدالة مثلا عند العدد 3، أشوف 3 على محور X وأشوف وين تقاطع محور الدالة، منحنى الدالة عفوا، حنجد أنها تقطع منحنى الدالة عند النقطة 3. فصورة الدالة عند الثلاثة F3 تساوي 3. طيب قيمة الدالة عند الاثنين على سبيل المثال، حنجد قيمة الدالة عند الاثنين تساوي 4. وهنا المجرة. طيب فقرة الثانية بي، What are the domain and range of F؟ ما هو مجال ومدى الدالة F؟ المجال كما ذكرت قبل شوية، كما في الفقرة رقم 5، الرسمة رقم 5، نسقط على محور X، نسقط الكيرف منحنى الدالة على محور X، هذا يمثل المجال. من فين بدأ المنحنى؟ وين انتهى على محور X؟ تجد أنه بدأ عند الصفر وانتهى عند العدد 7. إذن مجال الدالة domain of F is هيكون يغطي الفترة المغلقة من 0 إلى 7. الفترة المغلقة من 0 إلى 7، closed interval 0-7. الرينج المدى، نسقط محور الدالة منحنى الدالة على محور واي، هنجد انه هيغطي الانترفل من سالب 2 إلى 4، وبالتالي الرينج للدالة F هيكون الفترة المغلقة من سالب 2 إلى 4. طيب example 2، sketch the graph and find the domain and range of each function. ارسم الدالة وحدد مجالها ومداها. الفقرة الأولى A، fx تساوي 2x ناقص 1. الفقرة الثانية B، gx تساوي x تربيع. كلا الدالتين كثيرات حدود. إيش هي كثيرة حدود؟ حنشوفها في درس قادم إن شاء الله بالتفصيل. الفقرة الأولى A، الدالة الأولى A، fx تساوي 2x ناقص 1، هذه كثيرة حدود من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى، لأنه x أسها هنا 1، المجهول x أسه 1. وفي الدالة الثانية gx تساوي x تربيع، هذه كثيرة حدود من الدرجة الثانية، لأنه الأس عندي هنا 2. في كلا الحالتين، في كلا في الـ A والـ B، الدالتين يا شباب مجالهم R، مجال الأولى R ومجال الثانية R، أي كثيرة حدود مجالها R، كل الأعداد الحقيقية R. نشوف الآن الرينج. لابد نرسم كل واحدة بعد كذا نحدد الرينج. الدالة الأولى fx تساوي 2x ناقص 1، دالة كثيرة حدود من الدرجة الأولى، وأي
كثير الحدود من الدرجة الأولى رسمتها عبارة عن خط مستقيم straight line، خط مستقيم. ولرسم خط مستقيم قاعدة عامة، لرسم خط مستقيم يكفيك تحدد نقطتين على هذا الخط، حدد نقطتين على الخط، حدد النقطتين ووصل بينهم، كده تكون رسمت الخط. فنحدد قيمة اختيارية مثلا، خذ الاكس بصفر. لو اخذت الاكس بصفر وحسبت قيمة الدالة عند الصفر، اف صفر حتساوي، شيل الاكس وضع صفر، 2 في صفر بصفر ناقص 1، قيمة الدالة عند الصفر سالب 1. فقيمة الدالة عند الصفر سالب 1. قيمة الدالة مثلا حددنا النقطة الأولى الآن صفر وسالب 1، النقطة الثانية خذ مثلا 1، شيل الاكس وضع 1 واحسب، اف 1 تساوي 2 في 1 ناقص 1، 2 في 1 ب 2 ناقص 1 1. قيمة الدالة عند الواحد بواحد، حددنا النقطة صفر وسالب 1 و1 و1 على المستوى اكس واي بلين، وصل بينهم ومد في كلا الاتجاهين حتحصل على الخط المستقيم 2x ناقص 1. هذه رسمة 2x ناقص 1. لو أسقطتها على محور y حتجد أنها حتغطي كل محور y، يعني كل الـ r. إذن الـ range r، الـ range r. وأي خط مستقيم ما عدا الهوريزنتال لاين، ها اللي هو الخط الأفقي، حيكون الرينج R. أعيد مرة ثانية، أي خط مستقيم ما عدا الخط الأفقي، خط أفقي يعني يوازي محور X، حيكون الرينج له كل الـ R. إذا مجاله R والرينج له R. أوكي؟ طيب الدالة الثانية جي إكس تساوي إكس تربيع، شفنا مجالها R لأنها كثيرة حدود. نيجي الآن لتحديد الرسمة، كيف نرسم هذه؟ هذه الدالة ما هي إلا بارابولا، بارابولا قطع مكافئ. القطع المكافئ، لرسم القطع المكافئ نحتاج نحدد نقاط في المستوى في الاكس واي بلين وننصل هذه النقاط فنحصل على رسمة القطع المكافئ. كم نحدد نقطة؟ 6 7 8، كل ما حددت نقاط أكثر كل ما كانت الرسمة أدق، ما تقل عن 5 نقاط. ممكن نشوف قيمة الدالة مثلا عند الاثنين، هنشيل الاكس ونشيل نضع 2، جي 2 عبارة عن 2 اس 2، 2 اس 2 معناته الاثنين مضروبة في نفسها مرتين، 2 في 2 تساوي 4، فقيمة الدالة عند الاثنين 4. إذا أحدد النقطة 2 و4 على الاكس واي بلين في المستوى، بالمثل قيمة الدالة عند سالب 1، جي سالب 1 حتساوي سالب 1 تربيع، يعني سالب 1 مضروبة في نفسها مرتين، سالب 1 ضرب سالب 1 سالب في سالب موجب، 1 في 1 ب1، إذا الجواب 1. إذا هحصل على النقطة سالب 1 و1، أضعها أحددها في المستوى، أحسب النقطة قيمة الدالة أيضا عند الواحد فأحصل على النقطة 1 و1، أحسب قيمة الدالة عند الصفر أحصل على النقطة 0 و0، أحسب قيمة الدالة عند سالب 2 فأحصل على النقطة سالب 2 و4، أوصل بين هذا النقاط فأحصل على الرسم البياني الموجود عندك في الرسمة رقم 8، فيجر 8. هذا قطع مكافئ فتحته إلى الأعلى. طيب من الرسمة الآن حيتضح
ما هو الرينج؟ الرينج اسقط المنحنى على محور واي، هتجد انه يبدا من الصفر ويروح الى ما لا نهايه. اذا من صفر مغلق الى ما لا نهايه، اذا مدى هذه الداله رينج الداله جي اكس تساوي اكس تربيع حيكون من صفر مغلق الى ما لا نهايه. Representation of functions. تمثيل الدوال. We consider four different ways to represent a function. في أربع طرق مختلفة لتمثيل الدوال. Verbally. يعني لفظيا. By a description in words. تصف الدالة. وصف. Verbally. لفظيا. Numerically. عدديا. By a table of values. By a table of values. يعني عندك جدول في قيم. هذه تمثيل دالة numerically بشكل عددي. visually يعني بصريا by a graph رسم دائري. algebraically جبريا by an explicit formula. by an explicit formula يكون عندك معادلة، يكون عندك صيغة أو معادلة، وهذه هي أكثر شيوعا زي المثال السابق. مثال اثنين على سبيل المثال، الأولى دالة والثانية دالة، ها؟ وهذه الآن أعطيت كل واحدة منهم بفورمولا أو معادلة. هذه أكثر شيوعا. ممكن تكون بجراف كما في حالة المثال الأول، ها؟ أعطيت على هيئة جراف فيجوال بصريا. طيب ننتقل الآن إلى example 6. مثال رقم 6. find the domain of each function. أوجد مجال كل دالة. الفقرة الأولى A. f of x تساوي الجذر التربيعي لx زائد 2. هذه الآن اللي أمامك دالة، وحنشوف نوعها لاحقا. هذه دالة جذرية فيها جذر. دليل الجذر هنا عندي اثنين، الجذر التربيعي square root. قاعدة عامة، إذا كان دليل الجذر عدد زوجي اثنين كما في حالة هذا المثال اللي أمامك، أربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر إلى آخره عدد زوجي، دليل الجذر عدد زوجي، فحيكون مجال الدالة الدومين لها حيكون يجب أن يكون ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر، يعني غير مسموح أن يكون تحت الجذر عدد سالب. ليه؟ لأنه حيكون غير معرف. Because the square root of a negative number is not defined as a real number. الجذر التربيعي لعدد سالب غير معرف. إذا كان عندك عدد سالب تحت الجذر التربيعي أو حتى الجذر اللي دليله عدد زوجي، الجذر الرابع، الجذر السادس، تحته عدد سالب، حيكون غير معرف، not defined as a real number كعدد حقيقي. وبالتالي لتحديد المجال يجب ان يكون ما تحت الجذر اكبر من او يساوي صفر. وبالتالي حيكون عندي المتراجحه x زائد 2 اكبر من او يساوي صفر. هذه متراجحه خطيه احلها. أحل المتراجعة الخطية كما أحل المعادلة من الدرجة الأولى. أضع المجاهيل في طرف، أضع الأعداد في طرف، واللي بنقله من طرف إلى طرف أغير إشارته. فحنقل اثنين إلى الطرف الأيمن، حغير إشارتها. حتصبح x أكبر من أو يساوي سالب 2. x أكبر من يساوي 2 سالب 2 معناته الانترفل الفترة المغلقة من سالب 2 مغلق عفوا الى ما لا نهايه. اذا حيكون المجال من سالب 2 مغلق الى ما لا نهايه. هذا مجال الداله.
إذا قاعدة عامة أي دالة جذرية دليل الجذر فيها عدد زوجي كما في حالة هذا المثال رقم 2 هذا سكوير روت أو الجذر الرابع الجذر السادس الثامن إلى آخره يجب أن يكون ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر لأن الجذر اللي دليله عدد زوجي لعدد سالب تحته يكون غير معرف كعدد حقيقي is not defined as a real number. لذلك يجب أن يكون ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر. أشكل المتراجحة هذه وأحلها فأحصل على مجال الدالة. طيب الفقرة الثانية الدالة الثانية ب جي اكس تساوي واحد على اكس تربيع سالب اكس. اللي أمامك هذه الآن مثال لدالة تسمى الدالة الكسرية وحنشوفها أيضا لاحقا في درس قادم إن شاء الله. ما هي الدالة الكسرية؟ هي دالة بسطها على هي دالة كسر ها بسطها كثيرة حدود والمقام فيها أيضا كثيرة حدود. فاللي أمامك الآن دالة كسرية مجال أي دالة كسرية هذه قاعدة عامة مجال أي دالة كسرية حيكون كل الأعداد الحقيقية R ما عدا الأعداد التي تجعل المقام يساوي صفر. قاعدة عامة إنه قسمة على صفر غير معرفة not defined as a real number not defined at all. القسمة على صفر غير معرفة لذلك حيكون مجالها R ما عدا الأعداد التي تجعل المقام يساوي صفر. فالدالة الآن عندي X تربيع اللي في المقام X تربيع سالب X أحللها باستخدام العامل المشترك. العامل المشترك عندي X أفتح قوس تبقى لي X سالب واحد كفر القوس. لو ضربت الآن x في x سالب واحد x في x x تربيع x في سالب واحد وسالب x في ظنك إيش الأعداد التي لو وضعتها بدل الx حيكون المقام صفر الصفر وموجب واحد ببساطة الصفر وموجب واحد. إذن حيكون المجال كل الـ R ها ما عدا الصفر وموجب واحد. إذا المجال حيكون X such that X is non-zero X is non-one. نكتبها على هيئة فترة بهذا الشكل من سالب ما لا نهاية إلى صفر مفتوح اتحاد من صفر مفتوح إلى واحد مفتوح اتحاد من واحد مفتوح إلى ما لا نهاية. أكرر مرة ثانية الفقرة الثانية ب هذه دالة كسرية مجالها كل الأعداد الحقيقية R ما عدا الأعداد التي تجعل المقام يساوي صفر نستثنيها من الR نشيلها من الR. في حالتنا الآن هنا المقام X تربيع سالب X نحلله نأخذ الX عامل مشترك بقى لنا X سالب واحد. ما هي الأعداد التي تجعل المقام يساوي صفر؟ بالنظر حنجد أنه الصفر لو شلنا الـ X وضعنا صفر حيكون المقام صفر لو شلنا الـ X وضعنا واحد حيكون المقام صفر. إذا الصفر والواحد يجعلان المقام صفر. إذا يجب أن يشيلهم من الـ R أستثنيهم من الـ R. إذا حيكون المجال من سالب ما لا نهاية إلى صفر مفتوح اتحاد من صفر مفتوح إلى واحد مفتوح اتحاد من واحد مفتوح إلى ما لا نهاية. هذه كل الـ R ما عدا الصفر والواحد. طيب which rules define functions ما هي القوانين التي تعرف الدالة؟ إيش اللي يعرف الدالة؟ إيش اللي يقول لك هذه دالة؟ عندي ما يعرف بـ the vertical line test. The vertical line test اختبار test اختبار line vertical رأسي أو عمودي line خط اختبار الخط الرأسي أو العمودي.
A curve in the xy plane is the graph of a function of x if and only if no vertical line intersects the curve more than once. لو أعطينا منحنى في المستوى نبغى نعرف المنحنى هذا هل هو منحنى لدل أم لا؟ نشوف الـ vertical line test. إيش يقول الـ vertical line test؟ اختبار الخط الرأسي. يقول لو كل خط رأسي تسقط على هذا المنحنى ما يقطع المنحنى إلا في نقطة واحدة على الأكثر فالمنحنى اللي أمامك يمثل منحنى دال. طيب لو أسقط منحنى لو أسقط خط رأسي وقطع المنحنى في أكثر من نقطة في نقطتين في ثلاث عندئذ هذا المنحنى لا يمثل منحنى دال. شوف الرسمة رقم 13 فيجر 13 لو شفنا الرسمة الأولى A اللي باللون الأزرق هذا المنحنى أي خط رأسي تسقطه اللي باللون الأحمر أي خط رأسي تسقطه في أي مكان حتجد أنه يقطع المنحنى على الأكثر في نقطة واحدة لا يمكن أن تجد خط رأسي يقطع في أكثر من نقطة لذلك this curve represent a function هذا المنحنى يمثل دالة. شوف الفقرة الثانية B المنحنى اللي باللون الأزرق شوف الخط الرأسي X يساوي A هذا الآن قطع المنحنى في نقطتين لذلك حسب اختبار الخط الرأسي The vertical line test هذا المنحنى This curve does not represent a function هذا المنحنى لا يمثل دالة. طيب هذا the vertical line test إذا أعطينا منحنى في المستوى وطلب منا معرفة ما إذا كان هذا المنحنى يمثل دالة أم لا نشوف ال vertical line test اختبار الخط الرأسي أو العمودي فإذا قطع في أكثر من نقطة كما في حالة الفقرة B إذن هذا المنحنى ليس منحنى دال ما قطع إلا في نقطة واحدة على الأكثر منحنى هذا يمثل منحنى دال كما في الفقرة A طيب For example لو شفنا مثلا الرسمة رقم 14 في قرار 14 البرابولا X يساوي Y square minus 2 اللي باللون الأزرق هذه في الفقرة A واضحة هذه من الرسم الفقرة A اللي باللون الأزرق أي خط رأسي ها على سبيل المثال محور Y هذا خط رأسي حتجد أنه يقطع في أكثر من نقطة يقطع في نقطتين Shown in figure 14a is not the graph of a function of x because as you can see there are vertical lines that intersect the parabola twice. واضح من الرسمة الفقرة A انه هذا ما هو graph لدالة ما هو رسم بياني لدالة بينما الفقرة B يمثل دالة اي خط رأسي تسقطه ما حيقطع في اكثر من نقطة الفقرة C أيضا مثال للدالة أي خط رأسي حتسقطه ما حيقطع في أكثر من نقطة إذا الفقرة A المنحنى لا يمثل منحنى دالة الفقرة B والفقرة C دوال طيب Piecewise defined functions Piecewise defined يعني مجزأة التعريف الدوال مجزأة التعريف ما هي الدوال مجزأة التعريف؟ طيب خلينا نشوف example 7 A function f is defined by الدالة f معرفة ب if x تساوي جزئين الجزء الأول واحد ناقص x if x أقل من أو يساوي سالب واحد x تربيع if x أكبر من سالب واحد لاحظ إنه الدالة defined by different formulas in different parts of their domain معرفة بمعادلات مختلفة
على أجزاء مختلفة من المجال. لاحظ عندي هنا جزئين، الدالة جزئين، الجزء الأول واحد ناقص إكس، حينما تكون الإكس أقل من أو يساوي سالب واحد، يعني من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد مغلق. الدالة معرفة بالفورمولا بالمعادلة أو الصيغة واحد ناقص إكس. في الجزء الآخر من المجال حينما تكون إكس أكبر من سالب واحد، يعني من سالب واحد مفتوح إلى ما لا نهاية، الدالة معرفة بالفورمولا الصيغة والمعادلة إكس تربيع. إذن هذه مثال piecewise defined function مجزأة. أول سؤال لو سألتك الآن ما هو مجال هذه الدالة؟ حنعمل اتحاد للجزء الأول والجزء الثاني، حنجد أنه من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد مغلق الجزء الأول، اتحاد الجزء الثاني من سالب واحد مفتوح إلى ما لا نهاية حيعطينا كل الـ R. إذا مجالها R فهي على الـ R على مجالها مجزأة جزئين، من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد مغلق الجزء واحد ناقص X، من سالب واحد مفتوح إلى ما لا نهاية الجزء X تربيع. يعني في الجزء الأول عبارة عن خط مستقيم، والجزء الثاني عبارة عن قطع مكافئ. السؤال evaluate if سالب 2 قيمة الدالة عن سالب 2، if سالب 1 قيمة الدالة عن سالب 1، and if 0 قيمة الدالة عن الصفر، and sketch the graph وارسم الدالة. كيف نحسب قيمة الدالة عن سالب 2؟ كيف نحسب قيمتها عن سالب 1؟ كيف نحسب قيمتها عند الصفر؟ نشوف وين تقع هذه الأعداد. سالب 2 وين تقع؟ هل هي في النطاق الأول في x أقل من يساوي سالب 1، ولا في النطاق الثاني x أكبر من سالب 1؟ حنجد أن سالب 2 أقل من يساوي سالب 1، إذا تقع في الفترة الأولى، لذلك حعوض في المعادلة الأولى اللي هي 1 ناقص x، حشيل ال x وأضع سالب 2 وأحسب. إذا قيمة الدالة، لأنه سالب 2 أقل من يساوي سالب 1، we have f سالب 2 قيمة الدالة عن سالب 2، حشيل ال x وضع السالب 2، 1 ناقص ناقص 2، ناقص في ناقص، سالب في سالب، حيصبح موجب 1 زائد 2، جواب 3. إذا قيمة الدالة عن سالب 2 تساوي 3. بالمثل سالب 1 أشوف وين تقع. بالطبع سالب 1 أقل من يساوي سالب 1، سالب 1 تساوي سالب 1، إذا هي في النطاق الأول، إذا أعوض في المعادلة الأولى، بالتالي f سالب 1 حتساوي 1 سالب سالب 1، سالب في سالب موجب 1 زائد 1 2، إذا قيمة الدالة عن سالب 1 تساوي موجب 2. بعد كذا f صفر، لأنه صفر أكبر من سالب 1، إذا أنا حكون في النطاق الثاني، نطاق الفترة الثانية، إذا حعوض في المعادلة x تربيع، في الفورمولا x تربيع، وبالتالي we have f0 تساوي 0 أس 2، 0 في 0 يعني بصفر، إذا قيمة الدالة عند الصفر تساوي صفر. طيب كيف أرسم الدالة؟ الدالة جزئين، الجزء الأول من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد عبارة عن خط مستقيم واحد ناقص x، الجزء الثاني من سالب واحد مفتوح إلى ما لا نهاية عبارة عن قطع المكافئ x تربيع. إذا حتكون مجزأة جزئين. شفنا قبل شوية في المثال رقم 2 كيف نرسم خط مستقيم وكيف نرسم قطع مكافئ. شوف الرسمة أمامك الآن في فيجر 15، جزئين من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد اللي هو الخط المستقيم. لاحظ عندي النقطة سالب واحد وموجب اثنين، solid dot ها اللي هو الدائرة المغمقة، معناته هذه معايا النقطة دي خلاص. في الجزء الثاني من سالب واحد مفتوح إلى ما لا نهاية اللي هو القطع المكافئ الجزء الثاني، لاحظ قيمة الدالة من سالب واحد قيمتها موجب واحد، هذه open dot، هذه دائرة مفتوحة صغيرة، معناته إيش؟ معناته هذه النقطة ما هي معايا،
سالب واحد وواحد ما هي معايا في الجزء من هذا المنحنى، في الجزء من هذا المنحنى ما هي معايا. ليه؟ لأنه الدالة معرفة أكبر من سالب واحد، ما هو عند سالب واحد في هذا الجزء. هذه رسمة الدالة example 7. طيب the next example of a piecewise defined function، المثال التالي لدالة مجزأة التعريف is the absolute value function، اللي هي دالة القيمة المطلقة absolute value function، دالة القيمة المطلقة. Recall that the absolute value of a number a، لنتذكر القيمة المطلقة لعدد a denoted by absolute value a، نرمز لها بهذا الرمز، is the distance from a to zero on the real number line، على خط الأعداد المسافة بين الـ a العدد a وبين الصفر تمثل القيمة المطلقة للعدد a، مسافة. إذن والمسافة distances are always positive or zero، والمسافات دائما موجبة وقد تساوي الصفر. هل ممكن تكون سالبة؟ الجواب لا، لا يمكن أن تكون المسافة سالبة. قد تكون صفر؟ نعم، القيمة المطلقة للصفر صفر. طيب حتى لو كان العدد سالب؟ حتى لو كان العدد سالب زي ما حنشوف. So we have، فبالتالي القيمة المطلقة للـ a أكبر من أو يساوي صفر، دائما موجبة وقد تساوي صفر. For every number a، لأي عدد حقيقي a. For example، على سبيل المثال القيمة المطلقة للثلاثة تساوي ثلاثة. لو شفت خط الأعداد كم المسافة بين الثلاثة وبين الصفر؟ حتجدها ثلاثة، ثلاثة وحدات. إذا القيمة المطلقة لأي عدد موجب نفس العدد الموجب. طيب القيمة المطلقة لسالب ثلاثة أيضا موجب ثلاثة. كم المسافة بين سالب ثلاثة وبين الصفر على خط الأعداد؟ حتجدها ثلاثة وحدات مسافة. لا حد يكتب لي سالب ثلاثة، مسافة موجب. طيب إذا كان العدد سالب أسبقه بسالب حتى ينظرف في السالب، أصبح سالب سالب ثلاثة، سالب في سالب موجب ثلاثة. إذا القيمة المطلقة لسالب ثلاثة تساوي سالب سالب ثلاثة، يعني موجب ثلاثة. القيمة المطلقة للصفر صفر. القيمة المطلقة لجذر اثنين ناقص واحد، هل هذا العدد اللي تحت اللي داخل القيمة المطلقة موجب ولا سالب؟ إذا كان موجب حيكون نفسه، إذا كان سالب أسبقه بسالب حتى يحوله إلى موجب. جذر اثنين لو حسبتها هتطلع لك 1.4 شيء، 1.4 يعني عدد أكبر من الواحد. ناقص الواحد، عدد أكبر من الواحد تطرح منه الواحد، حيكون الناتج عدد موجب. إذا القيمة المطلقة لهذا العدد حيكون نفسه. إذا القيمة المطلقة جذر 2 ناقص 1 حيكون نفسه جذر 2 ناقص 1. شوف لي بعد كذا القيمة المطلقة لثلاثة ناقص باي. الباي 3.14 تقريبا. طيب يعني عدد أكبر من ثلاثة، ثلاثة تطرح منها عدد أكبر منها، إيش رأيك الناتج؟ حيكون عدد سالب. كم القيمة المطلقة لعدد السالب؟ يجب اني اسبقه بسالب حتى يحوله الى موجب، سالب في سالب يصبح موجب. فهذا حيصبح سالب مضروب في ثلاثة سالب باي، حيكون الجواب باي ناقص ثلاثة. In general بشكل عام we have absolute value a is a if a is greater than or equal to zero. Absolute value a is minus a if a less than zero. إذا كان a موجب فالقيمة المطلقة له نفس العدد، إذا كان ال a سالب فالقيمة المطلقة له يجب أن نسبقه بسالب حتى ينضرب في هذا العدد ليصبح موجب. Remember that if a is negative، تذكر إذا كان a سالب، negative يعني سالب، then minus a is positive، لما تضربها في سالب حتكون positive موجب. Example 8. Sketch the graph of the absolute value function f(x) تساوي absolute value x. ارسم رسمة الدالة القيمة المطلقة f(x) تساوي القيمة المطلقة x. من الدسكشن السابق حنجد إنه القيمة المطلقة x هي دالة مجزأة جزئين. x لما تكون ال x أكبر من يساوي صفر، سالب x حينما تكون x سالب أقل من الصفر.
إذن هي جزئين وكل جزء منها عبارة عن خط مستقيم. الجزء الأول خط مستقيم والجزء الثاني خط مستقيم. حنرسم كل جزء لوحده وحنجد إنه حيطلع لي الشكل فيجر 16 اللي أمامك. هذه رسمة القيمة المطلقة للإكس. even and add functions. الدوال even يعني زوجي, add يعني فردي. الدوال الزوجية والدوال الفردية. متى نقول ان الدالة دالة زوجية ومتى نقول ان الدالة دالة فردية؟ if a function f satisfies f minus x is f of x for every number x in its domain, then f is called an even function. نقول الدالة f إنها دالة زوجية even function متى؟ لما تحقق العلاقة f minus x تساوي f of x. لما نشيل ال x ووضع مكانه سالب x وأحسب الدالة عند سالب x وتطلع لي نفس الدالة نفسها f of x, فالدالة عندها even دالة زوجية even function. For instance, على سبيل المثال, the function f of x تساوي x تربيع is even function. ليه؟ because نحسب f سالب x, حنشيل ال x ونضع سالب x تصبح سالب x تربيع. ايش معنى سالب x تربيع؟ معناته سالب x مضروبة في نفسها مرتين, سالب x مضروب سالب x, سالب في سالب موجب, x في x في x تربيع. اذا الجواب x تربيع. x تربيع اللي هي نفسها الدالة f of x. اذا حسبت f سالب x فاعطتني نفس الدالة f of x. حقق التعريف الايفن فانكشن. اذا الداله اف اكس تساوي اكس تربيع هي ايفن فانكشن, داله زوجيه. The geometric significance of an even function, الاهميه الهندسيه لداله زوجيه, is that its graph is symmetric with respect to the y axis. See figure 19. الخاصيه اللي تميز الداله الزوجيه انه منحناها symmetric. symmetric يعني متناظر with respect to the y axis, متناظر حول محور y. شوف الرسمه رقم 19 منحنى الداله اللي باللون الازرق, حتجد انه الجزء اللي في اليمين ها متناظر مع الجزء اللي في اليسار. symmetric about the y axis, متناظر حول محور واي. لاحقا ممكن يعطيني رسمه لداله زوجيه. فاذا كان الجراف ها الرسمه دي متناظره حول محور واي, اذا هي حتكون داله زوجيه. if f satisfies f minus x تساوي minus f of x, اذا حسبت f عند سالب x وطلعت لي سالب مضروب في الداله, سالب مضروب في الدالة f of x for every number x in its domain, then f is called an odd function. في هذه الحالة الدالة نقول عنها انها دالة فردية. لما نحسب f عند سالب x يطلع لنا سالب مضروب في الدالة سالب f of x, فالدالة عندها اذن دالة فردية. For example, على سبيل المثال, the function fx تساوي x أس 3 is odd, فردية. ليه؟ because f سالب x, لو حسبنا سالب x, f سالب x, شيل ال x وضع سالب x, سالب x الكل أس 3, معناته سالب x مضروبة في نفسها 3 مرات, سالب x في سالب x في سالب x, سالب تضربه في نفسه عدد فردي من المرات يطلع لك سالب, سالب في سالب موجب في سالب بسالب, بعدين x في x في x حتكون x أس 3. إذا الجواب سالب مضروب في x أس 3. إذا سالب x أس 3 اللي هي نفسها الدالة f of x, إذا سالب مضروب في الدالة. إذا هذه الدالة في x تساوي x تكعيب هي دالة فردية. طيب, the graph of an odd function is symmetric about the origin. See figure 20. إيش يميز منحنى الدالة الفردية؟ يميزه إنه symmetric حول, سيمتريك يعني متناظر حول نقطة الأصل. شوف الرسمة رقم 20 منحنى الدالة اللي باللون الأزرق,
حتجد انه متناظر حول نقطة الأصل اللي هو الصفر صفر. إذا يميز منحنى الدالة الفردية انه محورها عفوا انه منحناها المنحنى الرسم البياني للدالة متناظر symmetric about the origin متناظر حول نقطة الأصل. طيب ممكن يعطيني رسمة المنحنى ويسألني هل هذه دالة فردية؟ فإذا كانت متناظرة كما في الرسمة 20 متناظرة حول نقطة الأصل فهي an odd function فهي دالة فردية. طيب الدالة إما زوجية أو فردية أو لا زوجية ولا فردية. إذا ما حققت لا تعريف الزوجية ولا حققت تعريف الفردية حتكون لا زوجية ولا فردية. neither even nor at neither لا ذي ولا ذي لا زوجية ولا فردية neither even nor at. هل ممكن تكون زوجية وفردية في نفس الوقت؟ قطعا لا. إذن أي دالة إما زوجية أو فردية أو لا زوجية ولا فردية. شوف example 11 determine whether each of the following functions is even odd or neither even nor odd. حدد ما إذا كانت الدوالة التالية even زوجية odd فردية or أو neither even nor odd لا زوجية ولا فردية. الفقرة الأولى A if x تساوي x أس 5 زائد x الاختبار حقنا اللي هو نشيل ال x ونضع سالب x ونحسب. فإذا أعطتني نفس الدالة فالدالة زوجية، إذا أعطتني سالب مضروب في الدالة فالدالة فردية، لا أعطتني لا ذي ولا ذي لا زوجية ولا فردية neither. الفقرة الأولى نحسب f سالب x حنشيل ال x ونضع سالب x ونشوف سالب x أس 5 زائد سالب x. إذا f سالب x تساوي سالب x أس 5 زائد سالب x. إيش معنى سالب x أس 5؟ معناته سالب x مضروبة في نفسها خمس مرات، سالب x ضرب سالب x ضرب سالب x ضرب سالب x ضرب سالب x. سالب تضربه في نفسه عدد فردي من المرات يطلع لك سالب. أوكي؟ x مضروبة في نفسها خمس مرات يطلع لك سالب x أس 5. طيب، زائد في سالب x يطلع لك سالب x. إذا الجواب سالب x أس 5 سالب x. خذ سالب عامل مشترك. إيش يتبقى لك؟ يتبقى لك x أس 5 زائد x. اللي داخل القوس هذا x أس 5 زائد x، إيش هو؟ اللي هو نفسه الدالة f of x. إذا كأنها تساوي سالب مضروب في الدالة، سالب مضروب في الدالة f. إذا سالب f of x، إذا حسبت f سالب x أعطاني سالب مضروب في الدالة، إذا الدالة therefore f is an odd function، الدالة f دالة فردية، odd function، دالة فردية. بالمثل الفقرة b gx تساوي 1 ناقص x أس 4 حشيل ال x وأحسب g سالب x حتصبح g سالب x تساوي 1 سالب سالب x أس 4، إيش معنى سالب x أس 4؟ معناته سالب x مضروبة في نفسها 4 مرات. والسالب لما تضربه عدد زوجي من المرات يطلع لك موجب. x تضربها في نفسها 4 مرات يطلع لك x أس 4. يطلع لك من داخل القوس موجب x أس 4 مسبوق بسالب، سالب في موجب يطلع لك سالب، إذا جواب 1 سالب x أس 4. 1 سالب x أس 4 اللي هي نفسها الدالة g أوف x. إذا حسبت سالب x يطلع لك نفس الدالة، إذا الدالة is even so g is even دالة زوجية. الفقرة الثالثة c hx تساوي 2x ناقص x تربيع بالمثل حشيل ال x وضع سالب x واحسب ف h سالب x حتساوي 2 سالب x سالب سالب x تربيع موجب 2 في سالب x يطلع لنا سالب 2x. ايش معنى سالب x وكل تربيع؟ معناته سالب x مضروبة في نفسها مرتين، سالب x ضرب سالب x يطلع لك موجب x تربيع مسبوقة بسالب، سالب في موجب بسالب x تربيع. هل هذه تساوي نفس الدالة h of x؟ الجواب لا، إذا ليست زوجية. طيب خذ سالب عامل مشترك، لو خذ سالب عامل مشترك يطلع لك سالب مضروب فيه 2x زائد x تربيع. إذا ما طلعت لك سالب مضروبة في hx إذا ليست فردية، لانه h سالب x لا تساوي نفس الداله hx
وكذلك هي سالب اكس لا تساوي سالب مضروب في الداله هيتش اكس. وي كونكلود ذات نستنتج انه هيتش از نيذر ايفن نور اد، لا زوجيه ولا فرديه. شوف الرسمات الان لكل الدوال المختلفه، الداله الاولى اف كانت داله فرديه لذلك سيمتريك اباوت ذا اوريجين، متناظره حول نقطه الاصل. الجزء العلوي اللي في المربع الاول لو عملت روتيشن دوران 180 درجه حتجد انه يتقاطع مع الجزء السفلي اللي في الربع الثالث، متناظر حول نقطه الاصل، سيمتريك اباوت ذا اوريجين. اد الداله جي ايفن، متناظره سيمتريك اباوت ذا واي اكسس، متناظره حول محور واي. هيتش فقره سي الاخيره لا ذي ولا ذي، لا متناظره about the origin ولا متناظره about the y axis، لا متناظره حول نقطه الاصل ولا متناظره حول محور واي، neither even nor at. طيب اخر جزئيه عندنا في هذا الدرس increasing and decreasing functions. increasing يعني متزايد، decreasing يعني متناقص، الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة. طيب لو شفنا الرسمة 22 the graph shown in figure 22، الرسمة الموجودة رقم 22 rises from A to B، حتجد انها ترتفع تتزايد من الـ A للـ B، تتزايد من الـ A للـ B. falls from B to C، تنزل من الـ B للـ C. and rises again from C to D، وترتفع مرة ثانية من الـ C للـ D. إذا ارتفعت من الـ A للـ B، بعد كذا من الـ B للـ C نزلت، بعد كذا من الـ C للـ D رجعت ارتفعت مرة ثانية. إذا حنقول إنه الدالة F is said to be increasing، يقال انها increasing متزايده على الفتره من الـ A للـ B، من الـ A للـ B على الفتره المغلقه من الـ A للـ B الداله متزايده. طيب من الـ B للـ C الداله متناقصه، تناقصت decreasing. من الـ C للـ D الداله رجعت increasing متزايده. اذا تزايدت ثم تناقصت ثم تزايدت، increasing decreasing increasing. التزايد والتناقص هذا في هذا الدرس حنشوفه لاحقا في الباب الرابع، في آخر درس في الباب الرابع لنا في هذا المنهج. يعني تعريف بشكل رياضي، a function f is called increasing on an interval i، دالة f نقول انها متزايدة على فترة I if f of x أقل من fx2 fx1 أقل من fx2 whenever x1 less than x2 in I، حينما يكون x1 أقل من x2 فدا صورة ال x1 أقل من صورة ال x2 الدالة حتكون increasing. it's called decreasing، نقول إنها decreasing متناقصة on I if على الفترة لما يكون العكس whenever x1 less than x2 in i، x1 اقل من x2 صورة ال x1 اكبر من صورة ال x2. هنا قلب، ها decreasing، كان x1 اقل من x2 يعني x2 اكبر من x1، لكن في الصور قلب صار صورة ال x1 اكبر من صورة ال x2 لذلك هي decreasing. شوف الفيجر رسمة 23 أمامك، هذا البرابولا y تساوي x تربيع، حنجد إنها decreasing و increasing. decreasing متناقصة، لاحظ الكيف لين عند الصفر، من سالب ما لا نهاية لحد الصفر مغلق الدالة decreasing متناقصة، بعدين من الصفر إلى ما لا نهاية الدالة متزايدة. إذن
من سالب ما لا نهاية إلى حد الصفر الدالة decreasing، من صفر إلى ما لا نهاية الدالة decreasing. إذن you can see from figure 23 that the function of x يساوي x squared is decreasing on the interval minus infinity to zero and increasing on the interval from zero to infinity. كذا يكون انتهى هذا الدرس.